سيبتك شوك. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيبتك شوك دي بقى فعلا قذرة، هي اسم على مسمى الصراحة. قذرة ليه بقى؟ طبعا دي على فكرة أخطر نوع من أنواع الشوك، وأكثر واحدة مميتة، تصل فيها نسبة الدس من 30 ل 90% من الحالات، فهي قذرة قذرة يعني، وأصعب نوع من أنواع الشوك اللي أنت تعالجها. والسيبتك شوك دي إيه يعني؟ إنفكشن بكتيريا. الواحد بقى يقول إيه ده، إحنا يا راجل دلوقتي عندنا أنتي بايوتكس تاكل الحجر، مع ذلك الأنتي بايوتكس بتتقدم، بس كمان البكتيريا بتتقدم، وبيحصل ديفلوبمنت لريزيستنت هايلي فيريولنت مايكرو اورجانيزمز. فمع ان الانتي بايوتكس بتتطور تطور فظيع، لكن كمان البكتيريا بتتطور تطور فظيع، وعشان كده السيبتك شوك بتزيد مش بتقل. نبص نلاقي السيبتك شوك دي انفكشن، فزي ما احنا متعودين بقى البري ديسبوزنج فاكتور. البري ديسبوزنج فاكتور للانفكشن ده هو ايه؟ يعني طبعا بتقول من زمان ان الايتيولوجي بتاع اي انفكشن بريديسبوزنج فاكتور اورجانيزم والروت اوف انفكشن. البريديسبوزنج فاكتور اللي عرض واحد لانفكشن بقى فظيع جامد قوي كده، هو لدرجه ان هو يجيب له سيبتك شوك، ده ايه بالظبط بقى البريديسبوزنج فاكتور؟ طبعا الكومنست كوز للسيبتك شوك بريتونايتس، او طبعا احنا كتير قوي دلوقتي زادت قوي عمليات الاساطر بتاعه القلب، والسي في بي وانترودكشن اوف كاستر، والباسكولار سيرجري واللي احنا بندخل فيه اساطر كتير قوي، والاندوباسكولار ثيرابي والكلام دون. فايه رايك بقى لو انت التكنيك بتاعك قذر وبتدخل الاسطره دي بالانفكشن؟ هتعمل طبعا انفكشن فظيع في الدم ويسبب سيبتك شوك. فطبعا يعتبر الكومن استكوز دلوقتي للسيبتك شوك في عهدنا الحالي سيبتك فينوس كاسترايزيشن، واهم منها البيريتونايتس. طبعا برضو اي واحد عنده لو جنرال ريزيستنس اكيد عرضه للانفكشن الفظيعه والديسيمينيشن اوف انفكشن والسيبتك شوك. زي ايه مثلا؟ زي الناس اللي عندهم دايبيتس ميليتس، الناس المهكعين كده هو اللي زي سينيليتي وديبيليتي، والناس اللي عندها مالجنانسي سيفير انيميا، الناس اللي عندهم ليفر سيروزيس، الناس اللي عندهم اميون ديفيشنسي، وطبعا اشهر اميون ديفيشنسي المرض العين اللي اسمه الايدز، او واحد عنده برلونجد هايبوفوليميا. برضو في دراجز تعرضك لسيفير انفكشن زي الكورتيكوسترويدز، والناس اللي بتاخد اميونو سبريسيف دراجز اللي هي بقى في حالات الزرع الاعضاء والحاجات دي، او الناس اللي بياخدوا كيموثيرابي في حالات المالجنسي. طبعا برضو من اخطر الحاجات اللي ممكن تجيب لك سيبتك شوك، تصور كده اليورينري تراكت بتاعنا من اول البيلفيكال سيل سيستم لحد اليوريثرا تحت، مساحته قد ايه ده؟ تصور بقى بسيبتك انسترومنتيشن، سيبتك كاستر او ما الى ذلك، وراح داخل انفكشن ضرب في اليورينري تراكت ده كله. فطبعا ده مش هيقل على البريتونايتس ابدا في الوحاشه بتاعته هذا الانفكشن، ويعرضك لسيبتك شوك. او طبعا في حالات اللارج ووند ماسيف ووند او ماسيف بيرن، وتصور المساحه الواسعه دي من البيرن او الووند وحصل لها انفكشن، فدي كلها بريديسبوزنج فاكتور لسيفير ديسيمينيتد انفكشن تنتهي بسيبتك شوك. الاورجانيزم اللعين القذر قوي اللي غالبا يعني بيكون مسؤول عن الحكايه دي الجرام نيجاتيف باسيلاي، لان الجرام نيجاتيف باسيلاي دي الجدار بتاعها في ميوكوبوليساكرايد توكسيك جدا للجسم. نبص نلاقي الاشهر ناس بيعملوا الحكايه دي في الجرام نيجاتيف باسيلاي الاشريشا كولاي والبي بروتيوس. يا ترى بقى ايه الباثوفيسيولوجي بتاع السيبتك شوك؟ هي طبعا المشكله دايما اساسها الجدار بتاع الباسيلاي. الجدار بتاع الباسيلاي ده في ميوكوبوليساكرايد عباره عن توكسيك، وعشان التوكسيك ده في الجدار وفي تركيبه الخليه بتاعه البكتيريا، ف
فبيتقال عليها endotoxins. الendotoxins دي اللي في الجدار بتاع البكتيريا excite immune reaction. والماكروفاجس، الماكروفاجس اللي هي فاجوسايتس، هتهاجم البكتيريا دي وتاكلها. طبعا الماكروفاجس دهيا اللي هي فاجوسايتس هتحاول تقتل البكتيريا اللي كلتها. فالماكروفاجس بتفرز كميات فظيعة من الميديتورز والسيتوكاينز. هي الغرض من الميديتورز والسيتوكاينز دي ان احنا نقتل البكتيريا، بس لا، تصور الماكروفاجس من كتر ما هي قاعدة بتفرز 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 بتحاول تقتل البكتيريا، الميديتورز دي والسيتوكاينز هتبتدي تضر الجسم وتضر خلايا الجسم، بالذات البريفرال سيركوليشن، الارتريولز والكابيلاريز، والاندوثيليوم المبطنه. طبعا سيتوكاينز والميديتورز دول زي حاجه اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور، انتر لوكاينز، بليتلت اكتيفيشن فاكتور، بروستاجلاندينز، اند نيتريك اوكسايد. الميديتورز دول بقى للاسف بيعملوا ايه؟ النيتريك اسيد الاخير اللي انا قلته ده من افظع الحاجات اللي بتعمل سيفير بريفرال فازو دايلاتيشن، وبتفتح ارتيريو فينوس شانس ما بين الارتيريولز والفينيولز على طول. طبعا السيفير بريفرال فازو دايلاتيشن والارتيريو دايلاتيشن اوف ارتيريو فينوس شانس دي يا جماعه دي هتعمل لك مال ديستريبيوشن اوف ذا بلاد فلو، والبلاد ده هو هيتجمع الخمسة لتر بتوعك هيتجمعوا في البريفرال سيركوليشن. طبعا انت المفروض عارف يعني ان انت عايش ب 10-20% من الكابيلاريز بتاعتك، هي بس المفتوحة، و 80-90% من الكابيلاريز مقفولة. تصور بقى لو النيتريك اوكسيد ده راح جاي فتح لك 70-80-90% من الكابيلاريز، هيتملي دول بدم قد ايه؟ يعني احنا 5 لتر دم بتوعنا بيملوا 10-20% من الكابيلاريز. فلك ان تخيل بقى مضاعفات ان السيركوليشن بقت وسع 7-8 مرات من الدايليتيشن اوف ذا كابيلاريز. يبقى انت عايز 40-50 لتر دم ولا ايه؟ والعيان ده هو في عنده بقى مشكله طبعا فظيعه، ان الدم لو وقف في البريفرال سيركوليشن، طب ما بالمنظر ده هو مفيش دم هيروح للهارت، مفيش كاردياك او مفيش فينوس ريتيرن، يبقى بالتالي مفيش فينوس ريتيرن هيروح للرايت سايد، ما بالتالي هيبقى مفيش كاردياك او بوت طالع من الناحيه الشمال، وبتنتهي الحكايه دي اللي هي سيبتك شوك، هي ابتدت مال ديستريبيوتيف بس تنتهي بكارديوجينيك. بس لا، خد بالك كمان من الجايه بقى، نبص نلاقي الميديتورز دول يا جماعه بيخلوا البليتلتس واللوكوسايتس يلزقوا في الفاسكولار اندوثيليوم، فالخروم اللي ما بين الاندوثيليوم هتتسد. ويعني يا راجل لما تاخد بالك مع الخروم اللي ما بين الاندوثيليوم ديا اللي بيخر منها الانترستيشال فلويد حامله الاكسجين والنيوتريشن للخلايا، للاسف بقى كون ان احنا سدينا الخروم دهيا يبقى التيشو برفيوجن هيبقى امبيرد بطريقه فظيعه، ولا في اكسجين ولا في نيوتريشن رايح للخلايا، ويبتدي يحصل هايبوكسيك تيشو دامج فظيع للخلايا دهيا. مش كده وبس، هنبص نلاقي الميديتورز دهيا في دوز اعلى بقى فظيع هيبتدي يعمل دامج للاندوثيليوم اللي مبطن الكابيلاريز. لو حصل دامج للاندوثيليوم اللي مبطن الكابيلاريز يا جماعه، هتبتدي بقى كل البلاد دوا اللي موجود في الكابيلاريز هيبتدي يخر بكميات فظيعه، هنا هو كميه فظيعه من الانترستيشال فلويد، وده يعتبر سيفير ديبليشن اوف بلاد فوليوم، وكده هو البلازما وبروتينز وفلويدز قاعده بتخر من الانترافاسكولار للاكسترافاسكولار كومبوننت اوف ذا سيركيوليشن، ليدنج تو سيفير ديبليشن اوف ذا بلاد فوليوم. سيفير ديبليشن اوف ذا بلاد فوليوم ده يبقى بالمنظر ده كمان احنا داخلين في هايبو
فوليميك شوك، فيبتدي تمال ديستريبيوتيف وهتقلب غامه ب هايبوفوليميك وكارديوجينيك شوك. طبعا اما يحصل ديبليشن البلاد فوليوم مفيش دم خالص هيروح للرايت سايد اوف ذا هارت، مفيش دم خالص هيطلع من الليفت سايد اوف ذا هارت، ونتيجه ديفيشنسي اوف كاردياك اوتبوت يبقى مفيش كورونري بلاد فلو. مفيش كورونري بلاد فلو يعني عضله القلب ما بتتغذاش. ده غير ان في الميديتورز اللي بتطلع حاجات بتعمل مايوكارديال ديبريشن، فيبقى لا في بلاد رايح للمايوكارديوم وكمان في مايوكارديال ديبريسنس، ده في الاخر هيؤدي الى كارديوجينيك شوك فظيعه جدا جدا جدا. طبعا في الكومبنساتوري ميكانيزم اللي بيحصل، وزي ما اتفقنا ان احنا دايما دايما بنزق الدم، بنزق الدم للهارت والبرين، ده بيكون على حساب الاورجنز التانية زي الجت، ونتيجه اسكيميا في الول اوف ذا جت هتفقد الجت ده هي البارير فانكشن بتاعتها، وهتبتدي البكتيريا والتوكسينز اللي جوه اليومن اوف ذا انتستين تقدر تعمل مايجريشن ثرو ذا دي فايتلايز دول، والبكتيريا دي بالتوكسينز بتاعتها هتخش فين؟ في السيركيوليشن، فينتج عن ذلك مور بكتيريميا ومور توكسيميا ومور ميدييتورز، وتبقى فيشس سيركل لن تنتهي الا بموت العيان. العيان ده هو حجر الزاويه بقى الايرلي تريتمنت. للاسف لو احنا اتاخرنا في الايرلي بروبر تريتمنت والعلاج اتاخر، العيان ده هيحصل له بروجريسيف تيشو دامج بنفس الميكانيزم اللي احنا خدناه في الدي كومبنسيتد والايرريفرسبل ستيج اوف هايبوفوليميك شوك. والعيانين دول بقى طبعا هيخشوا في مالتيبل اورجان فيليرز، ودي النهايه الغير سعيده اللي تؤدي الى الدس. العيان اللي عنده سيبتك شوك هيمر بمرحلتين، في اول مرحله مرحله السيفير انفكشن، ففي السيفير انفكشن حراره العيان ده هون هتعمل حاجه اسمها هايبر دايناميك سيبتك شوك، فالمرحله دي الفيفر بتعمل انكريز في الفينوس ريتيرن، والفيفر هتعمل هاي كاردياك اوتبوت، والعيان ده هتلاقيه سخن وبيتقال عليها هايبر دايناميك، يعني القلب بيشتغل بسرعه وجامد جدا، او عشان العيان ده سخن دي اسمها وورم سيبتك شوك، وطبعا هو سخن وعنده فيفر فوق 38 مع رايبر، فعشان كده هو دي الفيفر يتقال عليها وورم سيبتك شوك، او عشان القلب فيه انكريز في الكاردياك اوتبوت في هذه المرحله بيتقال عليها هايبر دايناميك سيبتك شوك. الهايبر دايناميك سيبتك شوك دي عشان القلب بيشتغل جامد قوي والعيان عنده حرارة عالية فوق 38 مع رايجور، يبقى اسمها كمان وورم سيبتك شوك. العيان ده حوان هيكون ريستلس وعنده كونفيوجن، مع ده احنا لسه بداية السيبتك شوك ابتدى يحصل له الهايبوتنشن، مايلد هايبوتنشن، وطبعا زي ما انتم عارفين ايه تأثير الفيفر على الهارت، تاكي كارديا. والعيان ده هون كمان عشان زي ما انتم عارفين الاسيدوزيس بقى اللي بتحصل في الشوك، فالعيان ده هون عنده تاكيبنيا، العيان ده هون عنده دراي وورم سكن، والعيان ده هون اكيد عنده اوليجوريا، وكل حالات الشوك على فكره بيكون فيها اوليجوريا، والبول اللي نازل ده بيكون لونه غامق قوي من كتر ما كميه البول نازله دي كونسنتريتد يورين. العيان ده لو احنا دخلنا ببروبر تريتمنت وايرلي تريتمنت في المرحله دي عداك العيب ان شاء الله البروجنوز بتاعه حلو وغالبا ممكن يخف. طبعا لو تاخرنا شويه الحاله هتقلب غام، لو تاخرنا شويه بقى طبعا كارثه، ان عيان كان عنده سيبتك شوك وحرارته عاليه وابتدى يسقع، دي اسمها كولد سيبتك شوك، وعلى فكره الكاردياك اوتبوت هيقل في المرحله دي. ليه؟ لان خلاص حصل بريفرال فازودايليتيشن والدم واقف في البريفري، فالدم واقف هنا في البريفري هو مش عارف يوصل للهارت،
فلا في لا كاردياك لا في لا فينوس ريتيرن ولا في كاردياك اوت بوت. فالعيان ده بقى هيبتدي يخش بقى في نوع من انواع الكارديوجينيك شوك مع الديبليشن اوف بلاد فوليوم، هيكون عنده كمان هايبوفوليميك شوك. والعيان ده هو بقى زي الهايبوفوليميك شوك، العيان ده هو خلاص ساقع، والعيان ده هو هيبتدي يجي له مالتيبل اورجان فيلير. وهنا المالتيبل اورجان فيلير بتحصل بسرعه جدا، فيري رابيد اند فيري سيفير مالتيبل اورجان فيلير مع دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن زي ما خدنا في الهايبو فوليميك شوك، والكونسامشن كواكوليبسي والهيموراج اللي في الاخر والحاجات دي كلها. لو احنا دخلنا ببروبر تريتمنت في العيان ده ممكن يكون محظوظ، بس هي صراحه نادر قوي، ممكن يكون محظوظ ويبتدي العيان ده اللي كان ساقع يسخن تاني. يبقى الحمد لله احنا قدرنا نعدي من العيان ده من بعد ما كان عنده هايبوفوليميك مع كارديوجينيك مع سيبتيك شوك. العيان ده الحمد لله خففنا الكارديوجينيك وخففنا الهايبوفوليميك ورجع تاني بقت سيبتيك شوك بس. فيها امل بقى بالعلاج البروبر ان يمكن العيان ده يخف، ولو ان الصراحه العيان اللي وصل للكولد هايبوفوليميك هايبوديناميك شوك ده ان هو تنقذه صعب جدا جدا لا يتعدى 10-20% من الحالات. العيان دول اللي عندهم سيبتيك شوك اكيد زي اي واحد عنده سيبسيس في الدنيا، ايه الانفستيجيشنز بتاعته؟ طبعا اي ديسشارج موجود لازم تاخد منه سامبل. ديسشارج نازل من بريتونايتس من بيرن من ووند، خد عينات وبلاد وسبيوتم ويورين سامبلز وتبعتها على طول فور كالتشر اند سنسيتيفيتي عشان تبقى جايد فور انتيبيوتيك بعد ما تطلع الكالتشر والسنسيتيفيتي. بس انتوا عارفين طبعا ان احنا بنبتدي الانتيبيوتيك مش هستنى الكالتشر، بعد ما تطلع الكالتشر ممكن نبقى نعدل الانتيبيوتيك حسب الكالتشر والسنسيتيفيتي. طبعا زي اي واحد عنده انفكشن اعمل له فول بلاد بيكشر، اكيد هتلاقي عنده لوكوسايتوزيس. والعيان ده لازم طبعا ناخد له بقى البلاد جازز والبلاد لاكتيت والبلاد بي اتش كالمعتاد اللي هي مرايه للتيشو اسيدوزيس وللانيروبيك ميتابوليزم بتاع الخلايا وللديستربنس في الميتابوليزم بتاع الخلايا بتاعت الجسم. ما تنساش طبعا انفستيجيشنز وتيك تزاكوز. التريتم بتاع العيان ده دي حالة emergency في الاي سي يو، والعلاج لازم يكون as soon as possible مع proper observation و monitoring observation. غرضك ايه في السيبتك شوك؟ السبب اللي هو الانفكشن يتعالج، وبعدين support or body system عشان ما يحصلش المالتيبل اورجان فيليرز على قد ما نقدر. طبعا الميثود اوف تريتمنت تريتمنت اوف ذا كوز، فتريتمنت اوف ذا كوز درينج اوف بريتونايتس، لو في جانجرينوس انتستين لازم نعمل لها ريسكشن للجانجرينوس بارت، لو في لارج ووند لازم يتعقم ويتنظف، لو في ماسيف بيرن يتنظف وهكذا. فتريتمنت اوف ذا كوز اوف انفكشن. زائد بقى طبعا الماسيف انتي بايوتيك. الماسيف انتي بايوتيك لسه نتيجه الكالتشر ما طلعتش يا جماعه، دي بتاخد لها عده ايام. انا مش هستنى طبعا بقى الكالتشر، انا بسرعه هروح مدي ثلاثه انتي بايوتيك يغطوا لي المايكرو اورجانيزم اللي موجودين في الدنيا، حاجي سيفالوسبورنز امينو جلايكوزايدز اند مترونيدازول، بالذات المترونيدازول عشان جرام نيجاتيف باسيلاي. بعد ما تطلع بقى نتيجه الكالتشر اشوف فعلا طلعوا الثلاثه دول المؤثرين ولا في واحد ممكن اشيله واحط واحد تاني مكانه وهكذا. سبورت اول بادي سيستم، طبعا انت حياتك زي ما احنا متعودين متعلقه بالاي بي، فهي برضو نفس النظام بتاعنا الاي بي سي دي لازم. فطبعا الاي والبي طبعا كيب بيتا اير واي وريسبيراتوري سبورت. العيان ده لو لقينا البلاد جازز التحاليل اللي احنا كنا بنعملها يعني مايلدلي افكتد، الاكسجين مثلا تنشن 80% 85% بديله اكسجين 100% باي ماسك. بس لو لقيت مثلا واحد عنده الاكسجين تنشن ده اقل عن 60 بقى 60 او اقل، لا ده العيان ده بيتخنق وبيموت مننا، فلازم بقى محتاج اندوتراكيال تيوب ويتركب على ميكانيكال فنتليتور.
العيان ده الكارديو باسكولار سيستم لازم نعمل له سبورت. طبعا اهم سبورت الفلويد، الفلويد ترانسفيوجن، فلويد سرب بكميات كبيره جدا جدا جدا. والعيان ده بنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم ب 10 لتر لاكتيت رينجرز، وطبعا هننقل اكتر من كده بكتير. العيان ده هو الغرض منه ان انا اديله كميه فظيعه من الفلويد تو مينتين افكتيف سيركيوليتوري فوليوم، يعني مش كل الدم يبقى والفلويد واقف في البريفرال سيركيوليشن، عايزين اي حاجه توصل لنا للهارت. والعيان ده هو لو عنده اي لوسز لسه بيفقد لازم اعوضها. العيان ده هو لو في الهيماتوكريت لقينا الهيماتوكريت قليله، تعوض له الدم اللي هو عنده نقص فيه الريد بلاد سيلز اللي عنده نقص فيها بباكد ريد بلاد سيلز. غرضك ايه في الكارديو باسكولار سبورت ده؟ هو ان انت تحافظ لي على السي في بي من 10 ل 12 سنتي ووتر، او الويدج بالمونر بريشر تحافظ لي على 12 ل 15 ملي متر ميركوري. ما تنساش بقى غير الفلويد سيرابي الاينوتروبكس والفازوبريسورز مهمين هنا قوي. احنا اتفقنا المشكله في البريفرال سيركيوليشن اللي وسعت، ما تحاول تضيقها لي يا اخي، نحاول نضيقها لك بفازوبريسورز زي نور ابينفرين او ابينفرين. زائد في عندي كمان مشكله ان عضله القلب ممكن تكون ما بتتغذاش كويس عشان ما فيش كاردياك اوت بوت، ما فيش كورونري بلاد فلو، وعضله القلب مش شغاله كويس. فالعيان ده هنديله اينوتروبكس، اينوتروبكس زي في الاول دوبامين، ولو ما نفعش بندي ديوبتامين. بنبتدي الاول بنور ابريفرين ودوبامين، لو قدرنا فعلا نعلى بالبلاد بريشر فوق 65 مليمتر ميركوري يبقى زي الفل، لو فشلت بنروح معدلين بقى بالابينفرين والديوبتامين ده هو. فاحنا عندنا المقياس هنا هو في الاينوتروبكس والفازوبريسورز، لو البلاد بريشر المين بتاعه اقل من 65، فلو المين بلاد بريشر اقل من 65 لازم اخش على طول بالنور ابيريفين والاينوتروبكس. طبعا الرينال سبورت زي ما انت متعوز بروبر فلويدز والدوبامين، ودي بتيجي في الام سي كيو كتير قوي على فكره. الدوبامين ده مهم جدا، غير ان هو بيشتغل على القلب اينوتروبكس ده كمان بيزود الرينال بلاد فلو حتى اللو دوزز بتاعته. لو اللي حصل حصل بقى حصل اكيوت رينال تيوبرال نيكروزس مضطرين بقى هيمودايس. ما تنساش الكونتينوس مونيتورنج اوف ذا بيشن زي ما خدنا في الهايبوفوليميك شوك. في عده نقط بقى كده هو مهمه جدا عايزك ما تنساهاش. في السيبتك شوك بيقال ان السيبتك شوك دي، عشان دي مهمه قوي حطيتها عشان بتيجي في الام سي كيو كتير. السيبتك شوك دي بيقول لك دي جزء من حاجه اسمها سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم ده انفلاماتوري، ممكن تكون نتيجه انفكشن، بس على فكره ممكن كمان تكون مش نتيجه انفكشن، لان مش كل انفلاميشن نتيجه انفكشن، ممكن جدا تحصل في ميجور تروما او في ميجور بير او في بنكرياتايتس او في برونجد هايبوفوليميا بتحصل السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم ده. هي السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم دول اربع حاجات يقول لك لو عيان عنده اثنين او اكتر منهم يبقى عنده الانفلاماتوري ريسبونس سيندروم، الاختصار بتاعه سيرس. طبعا العيان ده هو بيكون عنده فيبر فوق 38 درجه مئويه او العكس بتاعها اللي هو هايبوثيرميا اقل من 36. طبعا هايبوثيرميا اللي هو اقل من 36 اللي هي المرحله الثانيه من السيبتك شوك اللي هي الهايبوديناميك كولد سيبتك شوك. العيان ده بيكون عنده تاكيكارديا فوق 90 ضربه في الدقيقه، بيكون عنده تاكيبنيا فوق 20 نفس في الدقيقه، بيكون عنده برضو ناقدين يا لوكوسايتوزيس ودي المرحله طبعا الاحسن فوق 12000، او النصيبه السوداء لوكوبينيا اقل من 4000. على فكره لوكوبينيا اقل من 4000 ده احنا داخلين كده هو في اميون باراليسيس السيفير انفكشن قضى على
immune system وفي immune insufficiency نتيجة السيفير انفكشن، يعني الجسم خلاص بيستسلم والعيان بيموت. برضو حاجة كده من الحاجات الأخيرة أنا عايز أنبهكم ليها، clinical picture of shock in general. هي طبعا التيبيكال شوك اللي هي الهايبوفوليميك شوك اللي احنا خدناها بالتفصيل، هناخدها هي تاني الهايبوفوليميك شوك، بس خد بالك بقى ان في exceptions في الاذر تايبس اوف شوك. فانت طبعا in general ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت الشوك؟ مبدئيا في اكيد evidence of the cause، كل حالات الشوك بلا استثناء فيها هايبوتنشن، بالذات لو العيان قعد او وقف لان الدم مش قادر يطلع against gravity. العيان ده هو بيكون عنده ويكنس وبيغمى عليه، بالذات برضو لو ستاندينج او سيتنج عشان الدم مش قادر يطلع اجنس جرافيتي. العيان ده هو في الهايبوفوليميك شوك احنا عوضنا الدم اللي انا فقدته من الاكسترا سيلولار فلويد، وبعدين عوضنا الدم اللي انا خدته من الاكسترا سيلولار فلويد من الانترا سيلولار فلويد، فكل خلايا الجسم عطشانه بما فيها اللسان بتاعك وكل الاورال كافيتي، فالعيان دون عنده احساس بالعطش فظيع جدا. العيان ده هون طبعا في جميع الاحوال عنده cold sense of coldness وهايبوثيرميا subnormal temperature، ده في كل الحالات الا في الايرلي ستيجز اللي هي الهايبر دايناميك وورم سيبتك شوك، العيان بيكون عنده فيفر. العيان ده هو في جميع الأحوال عنده rapid weak pulse except في neurogenic shock اللي فيها sympathetic paralysis وفي vagal overstimulation للهارت يعمل لك bradycardia في neurogenic shock. فكل الأحوال العيانين دول عندهم some sort of acidosis، فكلهم عندهم التكبنة والear hunger. كل العيانين دول عندهم irritability passing to drowsiness except في الانافيلاكتيك والنيوروجينيك والليت كيسز اوف هايبوفوليميك، العيان ده بيكون انكونشس. كل العيانين عندهم اوليجوريا، والعيانين بتوع الشوك كلهم عندهم اوليجوريا عشان طبعا ديكريز رينال بلاد فلو، والبول القليل نازل ده بيكون لونه غامق قوي من كتر ما هو كونسنتريتد. كل حالات الشوك فيها بيل كولد كلام سكين اكسبت في السيبتك شوك وفي النيوروجينيك شوك. زود نيوروجينيك شوك دي مش مكتوب عندك. العيان ده هو في جميع الأحوال عنده كولابسد سبكوتينيوس فينز اكسبت في الكارديوجينيك شوك، ده عنده كونجستد فينز. برضو من الحاجات الأساسية قوي اللي أنا اللي يهمني قوي إن أنا تاخد بالك منها عشان دي برضو بتيجي في الـ MCQ، أول أورجن بيتأثر بالإسكيميا في حالات الهيموريج والشوك إيه هو؟ الفيسيولوجيكال ميكانيزمز يا جماعة تقول لك أنا عندي نمرة واحد لازم أحافظ عليه واللي بحافظ على حياة العيان الهارت والبرين، فحافظ على الهارت والبرين في الأول، دول أهم حاجة، واسحب بقى السكين يقول لك مش مهم. فأول واحد على فكرة هيعاني من الإسكيميا السكين، وراه ده وقت تعمل إكسرسايز، هتروح الجيم وانت عندك شوك اسحب الدم بعديها من المسلز، ثم بقى مضطرين نسحب الدم من بقية الفيسرا، فيسرا حتى المهمين كيدني ليفر لانج جي اي تي، طبعا المهم تحافظ لي على قد ما تقدر على كاردياك والسيريبرال بلاد فلو. وعلى فكره لو اضطر البلاد فلو بتاع السيريبرال والكاردياك معناها ان انت خلاص دخلت في المالتيبل اورجان فيليرز، لان دول اخر حاجه هيتاثروا. الكيدني يا جماعه بتاعتنا تقدر تستحمل الاسكيميا لمده 60 ل 90 دقيقه، ولو زادت الاسكيميا عن كده للاسف هنخش في اكيوت رينال تيوبولار نيكروز. طب ما عندكش دواء كده يزود الرينال بلاد فلو ويمنع الحكايه دي؟ طبعا الدوبامين بيزود الرينال بلاد فلو وبيمنع وبيقلل قوي الانسيدنس اوف اكيوت رينال تيوبولار نيكروز.
طبعا في حالات السيفير اسكيميا اوف ذا لانج العيان ده بيخش في حاجه اسمها شوك لانج او ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. بيحصل ايه في الادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم ده؟ وان الالفلار سيلز مش هتقدر تفرز السيرفاكتانت. السيرفاكتانت اللي مسؤول عن الاستسي اوف ذا لانج انها تتمدد during inspiration وتكون لابس during expiration. مفيش سيرفاكتانت فاللنج هتبقى ستيف مش قادره تعمل لا انز ايه انسبيريشن ولا اكسبيريشن. زائد الانكريز كابيلاري بيرميابيليتي في الليت شوك بيعمل الفولار اديما. العيان ده هو عنده امبيرمنت اوف لنج بيرفيوجن عشان طبعا الشوك مفيش تيشو بيرفيوجن غير الارتيريو فينا شانس. الدم بيجري من الارتريولز للفينيولز وما بيعديش على الكابيلاريز خالص. ففيش لانج بيرفيوجن رايحه للخلايا بتاعت اللانج. طبعا يعني ما فيش اكسجين ولا نيتريشن رايحين لخلايا اللانج. العيان ده هيحصل طبعا كمان هي اللانج الهيماني فيها جاز اكسشينج. اياكش تولع اللانج. انا الهيماني فيها جاز اكسشينج. تدخل لي اكسجين وتخرج لي كربون دكسايد انا زي الفل. ما دي كمان بتضرب في معدتك. impairment of gas exchange. ليه بقى؟ لان دلوقتي يا جماعه حصل سيكنينج فظيع في الالفولو كابيلاري ممبرين. الالفولو كابيلاري ممبرين ده اللي بيعدي منه الغازات من الكربون دايوكسيد واكسجين ما بين الناحيتين ما بين الهواء اللي في الالفولاي والبلاد اللي في الكابيلاريز. الالفولو كابيلاري ممبرين ده بقى فيه ايديما فلويد وانترستيشال فلويد خلاه تخن كده. فبقى الدم على ناحية والأكسجين اللي في الألفولاي على ناحية وما بينهم حاجز قد كده هون بالإديمة الفظيعة اللي حصلة في الألفولو كابيلاري ميمبرين ده هون. ففشل الجاز إكستشينج يؤدي طبعا ده إلى الريسبيراتوري فيلير والدس. ويبقى دي يا جماعة النقط الأخيرة اللي أنا كنت عايز أضيفها لكم في الشوك. وثانك يو فور جود ليسنينج أند جود لك.